واجي اول كذاب زي ما قال ايش لوبون، قال بيجي اول كذاب بقول انا مثلا اشوف سطايا، الثاني بيجي سوا وفي مصلحه بتاكد هذا، فعلا انا شفت طايره ومسكين بكون شايفها فعلا، تخيل انها ايه طايره. قال مثل قصه في عندكم فرانسيس بيكون هذا او هام البحر كذا، المهم قال مثل قصه ايه اللي غرقوا في قرقور صغير انفصل عن السفينه بطريقه معينه، وبعدين الربان نفسه رفع المنظار تبعه هذا، قال هم هناك، ها هم اولئك هناك على مرفأ جزيره تقريبا لا ادري كذا هم، لكن ها يلوحون بايديهم يطلبون النجدة صراخهم تعال اسمع يعني سمع شوي الصوت قال ارين ارين لا صحيح يروحوا لنا ادركوهم، بعثوا له نجدة مباشره وصلوا اوراق شجر كل اغصان شجر مرميه. طب كيف شافوا بتلوح؟ كيف سمع بعض الاصوات؟ هم ارادوا ذلك، حبوا ما يكونوا ماتوا عايشين لسه ننقذهم، فشافوهم بصير زي اللي شافوا صدام في القمر. فمشكله الفكر العقل الجمعي والذكر الجمعي انتبهوا خطير جدا جدا، وما تاخذوش حكايتي التواتر على علاتها، تواتر متواتر لا شغله مش طبيعيه. ولذلك حتى النفوس بالذات الضعيفه وغير مثقفه غير قويه من السهل جدا جدا الايحاء لها، توحي لها بالشيء وابدا وسوف تسمعه وسوف تراه.